ايه الاخبار يا ياسر؟ حلو، عاملين ايه؟ اهلا بيكم بدل النهارده من قناه فيست. ونبدا خلينا نجيب اللعبه في السريع ونبدا المنبه عشان النهارده في يوم جامد جدا. اوكي، مبدئيا زي ما انتم شايفين الدنيا ملخبطه خالص، بس مش مشكله دلوقتي. ممكن بس ازرع حاجه في الجاردن عشان محتاجين نزرع. خلي الاكل كله على جنب هنا، خلي الاكل كله هنا، خلي السويل والحاجات. يا لهوي، ده انا عندي اكل كتير قوي والله. لو بس يبقى في صندوق ممكن احط فيه الاكل كنت اتبسط قوي اقسم بالله، لان الدنيا زحمه 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 يعني. خلي كل الاكل هنا عامه عشان بس ابقى متابع ايه اللي جاهز واللي مش جاهز. المهم احنا دلوقتي المفروض عندنا كارت جديد، عايزين نشوف ايه اللي جواه للي مش متابع يعني. عندنا ستونز كتير، عندنا فلينت كتير، عندنا الماركت ممكن نبيع فيه حاجات، عندنا بلانكس كتيره جدا 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 لدرجه ان احنا ممكن نبيعها كلها. عندنا ايه كمان؟ عندنا ايه كمان يا بستيت؟ عندنا ايرون بارز كتير، عندنا عظم مش عارفين هنحتاجه ولا لا، عندنا السمنتر كله موجود. حتى هنا في كاتاكومز جديده بتتعمل، فانا ممكن ابيع او جريف يارد، فممكن ابيع الجريف يارد دي ماشي، واخلي الجريف يارد دي. اوكي طيب، مبدئيا ذا ايلاند، الجزيره، ايه اللي في الجزيره بقى؟ ده السؤال يعني، ايه الحاجه اللي جوه الجزيره؟ فخلينا نفتح الكارت ده نشوف ايه. واحد، اوكي، في فكره الكاثيدرال، وفي اشاعه. اوكي، وفي طريقه عمل المركب. لحظه واحده، طريقه عمل المركب تمام، هنعمل مركب مش مشكله ماشي، بس ايه موضوع الاشاعه دي؟ بيقول لك في اشاعه ان الجزيره عليها ازاز وذهب. ازاز وذهب؟ احنا عمرنا ما احتاجنا ازاز وذهب. اوكي، انا هبيع الاشاعه دي مش محتاجها. وعندنا الكاثيدرال، الكاثيدرال بيستخدم في 5 جو. اوكي، الكاثيدرال دي زي التمبل، فانا مش هستخدم دول دلوقتي. ليه بقى؟ الكاثيدرال دي المفروض محتاجه ازاز وذهب، تمام، محتاجه ازاز وذهب عشان نبنيها، وهنقابل فيها تقريبا وحش جديد غالبا والله اعلم، فتمام. طيب المركب بيتعمل ازاي؟ واحده بلانك واحده ايرون بار، بس خلاص هنعمل مركبين. اوكي كده بنعمل مركبين اهم، وخلينا برضو نبيع الكارت ده عند الماركت، وخلونا بقى ايه. اوكي كده تمام، اوكي ماشي، حلو قوي. طيب تعال نبعت هنا سورزمان، وهنا سورزمان، وهنا سورزمان، وهنا سورزمان، الناس اللي بتعرف تدافع عن نفسها. وهنحط برضه هنا سورزمان، وهنا سورد، وهنا اكسبلورر. المفروض ابعت اكسبلوررز بس مش عايز. طيب بصوا، انا هبعت هنا اكسبلورر واسيب هنا سورزمان على جنب واعمل كده بس، بحيث ان احنا ايه يبقى عندنا حد يدافع عن الناس دي لو في حاجه طلعت ولا حاجه، نعرف ندافع عنهم ايه باللي موجودين هنا دول اللي هم الاثنين اكسبلوررز دول. طيب انا هشتري كذا كارت ستراكشرز الصراحه، اشتريت 2 ماشي. خلينا نشوف جواهم ايه اللي هم اوردر اند ستراكشر. خلينا نشوف جواهم ايه. انا موقف اللعبه بس عشان ما اتبهدلش. اوكي، لقينا بريك ولقينا ايرون ديبوزيت، خليك انت في الايرون ديبوزيت، يلا اقعد انت هنا ماشي. لقينا بيري بوش، بقالي كتير ما شفناهاش. بيري بوش كمان، اوكي، وبريكاي كمان، حلو. طب خلي البريكات مع بعض كده على جنب. خلي ده كده ماشي. بريك يارد، اوكي، لقينا حاجه تحول الطوب لبريكس من غير ما حد يعملها، فاهمين؟ فدي كويسه دي، زي الصومل وانيمال بن، 2 بلانك و2 وود، واحدة ايرون وواحدة فيليجر. لقينا حاجة ممكن نحط فيها حيوانات يا جماعة، بس احنا ما عندناش حيوانات دلوقتي، ففاكس ولا نعملها وخلاص؟ فكر اعملها وخلاص. اوكي، محتاج 2 بلانك و2 وود، 2 بلانك و2 وود، وايه كمان؟ واحدة ايرون بار، واحد فيليجر. ماشي، اعمل انت ده. اوكي، هنعمل حظرية حيوانات من الاخر، تمام؟ انا هخلي دول يشوفوا التو ده الصراحه. خلينا نخلص برضو، مش هستكشف دلوقتي ماشي، هفكس استكشاف دلوقتي. بريك يارد بقى محتاج واحده بريك، واحده ايرون، واحده وود، واحده بريك، واحده ايرون، واحده وود، وايه كمان؟ وفيليجر. روح انت اعملها بس ولا ايه؟ واحده بريك، واحده ايرون، واحده وود، وفيليجر. وود مش بلانك، اوكي سوري. وود وفيليجر، يلا اوكي. اوكي، يبقى احنا كده بنعمل مركبين، وبنعمل حاجه تعمل لنا طوب، وبنعمل حظيره حيوانات، وكله تحت السيطره اعتقد يعني، كله تحت السيطره مش عارف، ممكن اكون بحاول ما اعرف. وبنزرع اهو كتير فكويس. اوكي ده طلع لنا طوب وبيريز. اوكي بيريز خليها على جنب، عمال بيطلع لنا خشب وحاجات فكويس. خلي الطوب ده على جنب برضو. الله، بريك يارد، حلو الحوار ده. ايرون اور ماشي كويس. في مزرعه فاضيه اهي. يا نهار ابيض، لحظه واحده، ايه اللي طلع ده كله؟ اوكي، اول حاجه احط الفلوس دي هنا، تاني حاجه مزرعه ازرع فيها جزر،
انا بادئ منبه صح تقريبا بدو. بعد كده حط الجزر على الاكل، حط التوت على الاكل، بعد كده حط الجزر برضه ده هنا، حط السويل دي هنا. نكملها مزارع ولا ايه؟ مزارع بتطلع لنا اكل اكتر بكتير ونفس عدد الكروت. ماشي، بريك يارد، بريك يارد. تعال نعمل اسمه ايه ده، تعال نعمل بريكس كتير والله العظيم، تعال نعمل بريكس كتير. ماشي، ونكمل في عمل الستونز. اه خلينا كده، خلينا كده على طول، فاهمين؟ هو انا لو ينفع اصلا احط البريك يارد هنا، لحظه كويري، خلي فهمت كده، لو ينفع احط البريك يارد هنا واحط السو هنا وهي تنزل حاجه عليا يبقى حلو قوي والله. حتى الايرون ماين لو ينفع احط السمالتر هنا وهو يظبط لي الدنيا يبقى حلو قوي بجد بجد. شايف ينفع ولا لا؟ بلانكس هنا اهي، يلا. عامة معايا ايرون اور، فين السمالتر بتاعي؟ سمالتر اهو، حط واحده خشب عليه معلش. اوكي ماشي. طب عندنا مركبين جداد، فانا اوكي، ابعت الاكسبلورر. يلا المراكب هنحط فيها الاكسبلورر، فالاكسبلورر هيبقى بيستكشف ايه اللي جوه المراكب دي، فاهمين؟ طيب والحظيره ايه؟ كان هولد 5 انيمالز. الحظيره ممكن نبقى نحط فيها حيوانات بعدين، فلو لقينا ارنب مش عارف ازاي الصراحه، بس هنشوف. اوكي حلو قوي. ايه ده سيل اوف؟ Are you sure you want to travel to this island? This will be the first, the end of the current moon. بيقول لي عايز تروح الجزيره؟ هقول له هاكل البيليجرز ماشي، فكده كأن الليله خلصت واروح الجزيره. خلونا نشوف ايه موضوع الجزيره دي. ماشي بسم الله، مكان جديد، جزيره جديده، الله اكبر. اوكي وعندنا المستكشف ده هو الوحيد اللي وصل هنا. اوكي You can go back to the mainland anytime by using the rowboat. The rowboat can only carry a single card. Other boats allow you to bring more cards back. If your villager dies, you will return to the mainland. Okay, ماشي. لقينا الشل دي جديدة. لقينا سي ويد، لقينا دريفت وود، لقينا ساند. طيب شوف شجرة الموز دي فيها إيه لو سمحت. أعتقد الشل، الشل ده عبارة عن العملة اللي موجودة هنا. دي العملة بتاعت المكان. ده خشب جالنا من الأرض. أوكي إحنا كده في جزيرة جديدة يا جماعة. شايفين جزيرة فاضية خالص. اعتقد ما ينفعش نعمل فيها حاجة خالص. ممكن ابعت ولا لا؟ ده السي ويد بيتاكل. اوكي 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 ماشي. بيقول لي عامة أول مهمة عندي جيت تو بانانز، جيب موزتين، فكده عندنا تو بانانز، خلصنا مهمة فتمام. بيقول لي اضرب شوية دريفت وود، فبضرب الدريفت وود دلوقتي. تمام اوكي. ساند يعني ممكن اطلع، هو الرمل لو حطيتها في الاسمنت تطلع لي جلاس، طلع لنا خشب عامة. اوكي هاف 3 شيلز، لازم يكون معايا 3 شيلز. اوكي طب انا هكسر، لا خلينا طب نكمل مع الدريفت وود بعد كده نكسر الخشب. ماشي اوكي احنا كده كده خلصنا ده خلاص. اعمل لي ده ستيكس عشان عايز ابيع. ايه ده مش مصدق ان احنا هنا بجد، ومزيكا مختلفه خالص على فكره، خالص رايقه. اوكي بيع الستيك دي. اوكي فتحنا كده باكايه جديده اسمها ايلاند اوف ايدياز. ماشي طب احنا ممكن نشتري اون ذا شور دي، فطلع لنا جروب جديده. خلينا نشوف جواها ايه. فلنت، الفلنت ب 10؟ ايه الهبل ده؟ فيشنج سبوت، احنا بنصطاد سمك. اوكي اوكي ماشي طيب، تعالوا نبيع الفلنت ده ب 10 ماشي، ونشتري ايلاند اوف ايدياز دي ونشوف جواها ايه. جواها شيل تشيست، صندوق للشيلز، للشيلز. اوكي مش عارف بيتعمل ازاي الصراحه. شيل تشيست، واحدة شيل واثنين وود، كان معايا واحدة وود، محتاج دريفت وود بس. بنانا اوكي بنانا تري حلو، سي ويد خليها على جنب، وطريقة عمل الحبل كمان. اوكي الحبل محتاج اثنين قطن، اثنين قطن، اجيب منين قطن؟ ايه الكلام ده؟ اوكي اصطادنا سمكة، اصطادنا سمكة كود عمالة بتلعب، قتلتها فاعتقد محتاج نار عشان اعملها فقشطة. خلونا نعمل ده كده عشان نبدأ ايه نعمل الحبل وبتاع. هو بنانا تري ما بيطلعش خشب خالص ولا ايه؟ بنانا برضو، بنانا برضو، شكل بنانا تري ما بيطلعش خشب. اوكي طب تعالوا نشتري ايلاند اوف ايدياز تاني. طلعنا طريقه عمل الفحم وبنانا تري كمان، فا اوكي ودريفت وود كويس، محتاجين خشب وسلوب. ايه السلوب ده؟ ايه السلوب ده؟ ما اعرفش انا يعني ايه سلوب. ماشي طب هل الناس اللي في الجزيره فيد فيليجرز؟ اوكي ماشي
بس اوكي يعني انا دلوقتي في ليله 30 وفي جزيره لوحدي فماليش دعوه بالفيليجرز اللي هناك، الدنيا عندهم تمام صح. طيب انا ممكن ابيع كارتين الصراحه من اللي معايا عشان مش محتاجهم، وخلونا نبدا نيو مون. اوكي انا عايز اعمل حبل. احنا قلنا الحبل بتعمل ازاي، لان الحبل ده هو المهمه الجايه بالنسبه لي. 2 كوتون. طب الكوتون اجيبه منين؟ طب تعالى نشتري اون ذا شور تاني، يمكن يطلع لي منه كوتون. طلع لي موزه، طلع لي قرد، وطلع لنا كوتون بلانت. اوكي حلو. اوكي طلع لنا نبته القطن. طب القرد ده، القرد ده ممكن اخليه يعمل لي حاجات ولا لا؟ انا بحارب القرد. اوكي اوكي حولنا العظم. طيب هنطلع شويه قطن، وخلي الود مع الود، خلي السند مع السند. في موزه هنا بتبوظ ولا في ايه؟ هو ايه ده؟ ايه العلامه دي؟ اولا الموز بيبوظ، ثانيا اولا ليه ما اديتش القرد موز؟ انا غبي، كان ممكن اديله موز تقريبا ولا ايه؟ ما اعرفش والله، والله ما اعرفش. طيب احنا مثلا هنعمل حبل، محتاجين 2 قطن وواحد فيليجر، فتمام. ايه ده؟ لو تلاقي قرد ثاني هجرب الصراحه. احنا كده بنعمل حبل، اوكي. حلو، فتحنا نوع كروت جديده وعملنا الحبل خلاص. ماشي. عايزين بقى نعمل فيش تراب، ميكا فيش تراب. ازاي بعمل فيش تراب؟ اكيد لازم اجيب الفكره بتاعته من هنا من جريلينج بروينج. طيب عايزين نعمل فحم، فحم كام فاير وود. طب الكام فاير كنا بنعمله ازاي؟ واحده ستيك وواحده فلنت، وانا معيش فلنت. طيب خلونا نعمل ستيك على الاقل. ماشي، وفي نفس الوقت خلونا نشتري ده ونشوف جواه ايه. جواه تشيلي بيبر، مالها كيوت كده، وكابوريايا، وتماجو، وطريقه عمل اكل معين. اوكي ماشي. اوكي طب تعالوا نحارب ده، حارب الكابوريا. اوعى تهزمك الكابوريا. اوكي اضرب كمان بس كده. اوكي معانا لحمه كابوريا ومعانا ازازه رم. اوكي ده عصير تفاح يا طبعا. انا لازم اجيب فلنت. ايه بقى ده؟ سوشي. اوكي ماشي. طيب انا هبيع الصراحه الخشب، هبيع الموز اللي باظ. بيعه الموز اللي هيبوظ هبيعه. ماشي انا عايز احول ده لستيكس لو سمحت. سيود هيبوظ، بيعه والله. اي حاجه هتبوظ بيعها، اي حاجه هتبوظ بيعها. طب احنا عايزين نعمل فيش تراب ومعناش فلوس نعمل، او ما مش عارفين ازاي نعمل فيش تراب. دي حاجه مهمه بالنسبه لنا، دي الخطوه الجايه بالنسبه لنا، دي مهمه جايه بالنسبه لنا. تفتح لنا ده. السمك بيبوظ برضو، السمك بيبوظ برضو. طيب بيع الستيكس، اشتري ده، شوف جواه ايه. جواه تشيلي بيبر تاني، جواه قرد. اوكي حلو. قرد، قرد مانج، بنانا، ترين مانكي. اوكي كنت صح. ماشي سي فود ستو مش عايزينه، بطل برام خليها على جنب. اوكي كده عندنا قرد بيعمل اسمه ايه ده، بيعمل حاجات. بيع ده وبيع الموز اللي بايظ. يلا بيع. اوكي اشتري تاني، يا رب يطلع لنا بقى طريقه عمل بتاع لايم. ماشي مانكي جديد. اوكي اكله بنانا. اوكي الفيليجرز هنا بالنسبه لنا هم المونكيز يا جماعه. روميت. طيب بيع. انا بس انا دلوقتي محتاج اكل كتير على فكره، محتاج اكل كتير قوي قوي. طيب ترند مونكي انت تعمل كده، خلي ده على جنب هنا. انا هستنى اشوف البنانا لما تبوظ هيحصل ايه، هتتحول لايه. عايز ابص هو السند ده ممكن اعمل فيه حاجه، لازم احطه في سمالتر تقريبا تقريبا. اوكي بقى عندنا قرود يا جماعه، بتعمل حاجات والله. ايه ده؟ ماشي. طيب في كارت زياده معانا مش عايزينه، فدي حاجه لازم اخلي بالي منها. هبيع موزه من الموز ده وهشتري بيها اون ذا شور واشوف جواه ايه. كوتون بلانت، كوتون بلانت. اوكي شوف دي وشوف دي. الليله خلصت يا معلم، الليله خلصت يا معلم. طيب اكل الفيليجر تقريبا جاله تسمم تقريبا. سيل وان كارد، يو هاف وان كارد تو ماني. هبيع الفلنت. ماشي وبعد ما ابيع الفلنت هبيع كمان استكاية. لا هبيع. طب اعمل ايه؟ معيش موز بقى دلوقتي عشان اعمل القرود دي. هو اكيد الكابوريا هتبوظ اكيد، فبعتها. ماشي ستارت نيو مون. طيب المونكيز ما بقتش معايا خلاص، فانا لازم بنانا تريز. اوكي في موزه اهي. اوكي عندي قرد بيساعدني. الدايخ ده نظامه بقى ديكريز ورك سبيد. اوكي اوكي بقت سرعه عمله بس اقل، بس مش اكتر. ماشي كنت عايز فلنت عشان اعمل النار تقريبا. يو طب اكيد حبلين مثلا يعملوا اسمه ايه ده ولا ايه؟ ايه يا ترى الحاجه اللي بتعمل؟ طب تعالى نشوف لو هنلاقي موز. انا محتاج موز.
دريفت وود تاني موزة. اوكي يلا اوكي كده عندنا ترند مونكي تاني كويس. حابين على بعض ما يعملوش بتاع كوتن بلانت. اوكي طب استنى اعمل لي حبل كمان وانت شوف لي الكوتن بلانت دي. بس انا عندي شك والله عندي شك. عايزين نعمل وير هاوس بطريقه ما. ثلاث حبال برضو. طب ثلاث حبال وبتاع. طب حبلين وحاجه. طب حبل وحاجه ما ينفعش كل ده ما ينفعش. طب ابيع الحبال واشتري ده خلاص. وده كمان باظ اهو. يا نهار ابيض على اللي بيحصل فيا. طب هات دي. اوكي عرفنا ازاي نعمل الفابريك. اوكي ولقينا بنانا 3 كويس كويس. ولقينا ساند تاني ماشي. ولقينا الفيش تراب. اوكي الفيش تراب بيتعمل ازاي بقى؟ واحده فيشنج سبوت واحده ستون واحده روب. لازم الاقي فيشنج سبوت. فيشنج سبوت وستون وروب. اوكي هي مش صعبه يعني فعلا مش صعبه. طب حول لي ده الحبل برضو وبيع الحبل ده ماشي. هات لي واحده من دول وهات لي واحده من دول ماشي. اوكي لقينا قرد جديد اكله موزه. لقينا لحمه نيه مش مشكله. لقينا رمله تاني. لقينا رمله كمان. لقينا رمله كتير قوي مش محتاجين كل الرمله دي. كافيش. ايه الكافيش ده؟ طريقه عمل اكل. اوكي ماشي خلي الموز على جنب عشان اعتقد ان الحيوانات هتحتاجه عشان تفضل مدربه. اعمل ايه؟ بيع الستيك اشتري اون ذا شور. اطلع لك كوتن بلانت شوفها. بيع الحبل ده كده كده عندها كوتن بلانت فبيع. فلنت خليه بقى على جنب عشان محتاجين نعمل كام فاير. اوه سيجل. ايه ده بقى؟ على فكره القرد ده هيموت. القرد مات ما تحولش حاجه لما مات يعني. طيب حارب انت وحارب معايا. ايه يا جماعه يعني ايه طائر النورس يعمل فيكم كده؟ طائر النورس قتل لي قردين؟ ايه ده؟ اهزمه بس كده. اوكي ماشي ردنا راحت مش مشكله. طيب بيزك كامب فاير كامب فاير كام كوكينج كامب فاير. اوكي واحده ستيك واحده فلنت بالظبط ده اللي انا كنت عايز اعمله. فخلونا نعمل كده عشان ايه نعمل لها كامب فاير. اوكي احنا عندنا ستيك اصلا. اوكي يلا يلا. اوكي حلو قوي. بيع ده بيع الفلفل ده عشان الراجل مش ناقص ان هو يتعب تاني. اشتري ايل اوف ايديز. لقينا فيشنج رود صناره صيد كويس. اوكي ولقينا بانانا تري كسرها. لقينا فلنت تاني بيعه. ولقينا ساند ستون اتنين ساند واحد بلجر. اوكي عمل لنا واحده ساند ستون بتشوف بتعمل ايه. اشترينا ايل اوف ايديز كمان مره. لقينا السيل طريقه عمل الشراع فابريك وروب. اوكي ولقينا دريفت وود كويس. ولقينا دريفت وود تاني كويس قوي اكشلي. ولقينا فيشنج سبوت حلو حلو. لقينا الفيشنج سبوت يعني احنا دلوقتي المفروض نقدر نعمل لحظه فيشنج تراب. واحده ستون واحده معيش ستون. دي مشكله مش كان انا معيش ستون مش كان انا معيش ستون. مشكله كبيره دي. معايا 25 كارت والليله بتخلص خلاص. طيب انت تعالى لي هنا على دريفت وود. اكشلي تعالى لي على الود نفسه. لا اكشلي تعالى لي على الكوتن ماشي. بيع لي الستيك دي. خلي دلوقتي بنانا تري ما تطلعش منها موز ماشي. وحولي ده الستيك. اوكي وانت كمان حولي ده الستيك ماشي. بس اوكي حلو قوي الحمد لله. طلع لي امتي باطل دي حاجه جديده. اوكي وهنبيع سبع كروت ماشي. الامتي باطل اعتقد ممكن ابعت بيها حاجه رساله في البحر او حاجه ولا ايه. انا هاخد بريك من اللعبه دي على فكره بعد النهارده بعد اليوم ده. خلي لحمه تطبخ. طيب هنبيع ايه بقى؟ هنبيع لازم نبيع سبع كروت. بيع الستكس ماشي. كده كده هيطلع لي دريفت وود دلوقتي. بيع ال بيع موزه من الموز. هاكل المونكي الموزه الثانيه مش مشكله كده كده هيطلع لي موز ثاني. خلي لحمه تطبخ هي كمان. بيع التشيري دي دلوقتي. فاضل لي تلات كروت بقى. بيع الساند ولا اعمل ايه؟ هبيع الساند وخلاص كده كده معايا فلوس كتير فهيطلع لي ساند تاني اكيد. اوكي ماشي. كل الموز اهو حلو. روح انت بقى هنا
وانت اكسبلورر اعمل البنانا 3 دي بس. فيشنج سبوت مش هعمل فيها حاجه دلوقتي عشان احنا محتاجينها عشان نعمل بيها ايه التراب. طيب تعال نشتري ده، تعال نشتري ده، تعال نشتري ده، ماشي خلي ده على جنب كده. لقينا فيشنج سبوت ثانيه كويس، وادي مونكي كمان فكويس قوي. خلي المونكي يعمل الكوتن بلانس دي تمام. لقينا ليمونه مش مشكله تمام. لقينا باريت بغبغان، ها بغبغان اكله ايه؟ كده مش بياكل موز، بياكل ليمون، مش بياكل ليمون. في بغبغان هسيبه بيسرح كده الصراحه. لقينا موز كويس اوكي، لقينا رمله تاني، ولقينا هنا بنانا تري تاني فماشي. فيشنج سبوت كمان اعمل فيها حاجه ولا فاكس؟ لو كل بغبغان بياكل سمك اصطاد لي كده والله، ممكن يكون البغبغان بياكل سمك. ماشي خليك انت بس كده على جنب البغبغان دلوقتي، ده بيطبخ اوكي. عندنا كتم بما يكفي سي ويد كمان، ولا يكون بياكل سي ويد؟ ما بياكلش سي ويد. لا هو السي ويد لو حطيته في النار يحصل ايه؟ عامة هسيب ده يطلع لي سمك اوكي. بنانا تري اعملها لي انت لو سمحت. ماشي حط الموزه هنا اوكي. طيب تعالى نشتري واحده كمان ايل اوف ايديز اوكي. سمكه اهي، لا ما بياكلهاش برضو. لحظه لحظه، هي مش ميته، لحظه اقتلي السمكه دي، تخيل اموت من سمكه. الو هي كده اوكي، تاكل سمك؟ ما بياكلش سمك اوكي، بقى اطبخه بقى. ماشي مش مشكله. فيشنج سبوت تاني فتمام، كوتون بلانت تاني فتمام. ممكن تعمل لي كوتون بلانت وانت اعمل لي روبس لو سمحت. اكشلي لا، عايزين نعمل فابريك، عايزين نعمل السيل. طب اقتلي البغبغان ده، انا ما اعرفش بيعمل ايه الصراحه. بس موتك اهو. يا لهوي في حاجه باظت. ماشي عندنا بوب ممكن نزرع فيه ليمون، او ممكن نزرع فيه ليمون. احنا معانا كروك كتير قوي. هو الوير هاوس اعمله ازاي؟ والله الوير هاوس، هو انا ممكن ابعت القرد؟ لا ما ينفعش، انا هرجع تاني يا جماعه للناس اللي في هناك الصراحه، عايز منهم ستون ضروري. ما اعرفش ينفع اخد منهم ستون ولا لا، ولا اعمل الشراع الاول. يوزد فور ميكينج بوتس. اوكي اتنين بلانك، واحد سيل، واحد فيليجر. انا محتاج اعمل سيل فعلا، محتاج اعمل فابريك ومحتاج حبل. اوكي حبل معايا، محتاج فابريك بقى. لحظه واحده بقى عشان احنا في حاجه لازم نخلص بيها الحلقه بتاعت النهارده. ماشي محتاجين فابريك. الفابريك بيتعمل بايه؟ باربعه كوتن اوكي، اربعه كوتن اهو. مونكي اعمل لي فابريك ماشي، ومحتاجين فيليجر اوكي كويس. طيب ما تروحش فيليجر دلوقتي، خليك هنا يا جماعه. احنا هنعمل شراع، وبعد ما هنعمل الشراع احنا قلنا بلانكس تعمل ازاي؟ اوكي بلانك، تلاتة وود وواحد فيلجر اوكي كويس. عايزين نعمل، عايزين دريفت وود، محتاجين دريفت وود، محتاجين دريفت وود اوكي اوكي. بيع ده، هات لي ده، يا رب نلاقي فيه دريفت وود اوكي. لقينا واحدة دريفت وود كويس، ولقينا بنانا تري سبعة على جنب دلوقتي مش هطلع على جواها. بيع لي ده كمان، هات لي ده كمان، يا رب نلاقي دريفت وود تاني اوكي. لقينا دريفت وود تاني كويس. اكسبلورر يا ريت تعمل دريفت وود كله، حلو قوي ماشي. اوكي ده بيطلع لي قطن اهو اوكي. وير هاوس كان محتاج ايه بقى؟ وير هاوس وير هاوس وير هاوس وير هاوس، واحده ستون. هي دي مشكله، محتاجين ستون ومحتاجين ايرون بار من البيت اوكي. طب الفابريك معانا خلاص ماشي، اعمل انت بلانكايه اتنين بلانكس سيل اوكي. احنا ممكن نعمل الشراع، فاحنا كده بنعمل شراع خلاص تمام. فحلو، و معانا ثلاثة بلانكس اهو، خلينا قصدي تعالى معانا ثلاثة وود، فممكن احولهم بلانكس. عملنا شراع فبيقول لي فتحت ايلاند انسايتس اوكي، دي حاجة جديدة فممكن نبيع الحاجات ونعملها، بس مش مشكلة دلوقتي. خلينا بس ايه نكمل احنا نعملها ماشي. محتاج اثنين بلانكس، اثنين بلانكس وبلاش. يلا ادي اول بلانك اوكي، اللي بعده اللي بعده. حاولي دول على قد ما تقدر كده اللي بتاع، خلينا نبيعهم عشان احنا محتاجين نبيع حاجات دلوقتي اوكي. حلو يلا، احنا كده بنعمل حاجه مهمه قوي 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 والله العظيم، هتفهموها دلوقتي. اقفل اقفل، جيت الفيليجر ايه ده؟ هو انا شربت الفيليجر عصير تفاح من غير ما اقصد؟
حلو اوكي. فيد فيليجرز كله ياكل برضو ماشي. معانا ازاز سيل 19 كاردز 10 كارد. هبيع موز الموز كله ما عدا موزتين ماشي. هبيع القطن كله دلوقتي هتفهموا ليه دلوقتي. هبيع الساند ستون والساند والبطل والبطل الثانيه. وهبيع انا في بنانا تري اصلا فبيع ده لما اطلع موز من بنانا تري بس فاضل لي 3 كروب بس ابيعهم. اوكي هبيع واحده من الفيشنج سبوتس وهبيع السي ويد وهبيع السمكه دي بس. اوكي ماشي كمل بقى لو سمعت. ماشي حلو معانا دلوقتي اسلوب. بص بقى يا جماعه الاسلوب ده البتاع دي مهمه قوي. ليه؟ دي ممكن احط فيها حاجات عشان ابعتها للبيت. كان كاري 10 كاردز يعني بدل مركب يعني ممكن ابيع مركب دلوقتي. انا كده معايا مركب يشيل 10 كروت ممكن اروح بيهم لغايه المكان اللي احنا كنا فيه في الاول فدي حاجه كويسه. بس فخلينا نشوف الكروت دي فيها ايه الاول. طب ده حلو في ايه؟ انا اصلا عايز احاول اسمه ايه ده؟ اجيب حاجات من البيت، اجيب ستون، اجيب مش عارف ايه كده فاهمين؟ حط الفلفل ده كمان هنا. شارك بيت طعم القرش، اوكي. لقينا جلاس، حلو حطوا لي هنا. فلقينا ازاز كنا عايزينه لو تفتكروا. ساند كوري، مع ان حاجه ممكن ابيع ساند بعدين فمش مشكله تمام. معانا قردين، معانا فيشنج سبوت، عايزين نستون من البيت، اوكي. عايزين نعمل فيش تراب، عشان كده انا عايز ارجع البيت اصلا، عايز اجيب الستون من هناك. يلا يا عم طلع لي موزه يا عم، اوكي تعالى. حلو. انا ممكن احارب الكابوريايه دي بس مش هعمل كده دلوقتي الصراحه. مونكي هات لي خشب. مونكي. يلا يا عم. ماشي خد موزه. اوكي. حاربه حارب معايا. يلا. حلو. رو كراب ميت. تعالوا نطبخ بقى الكابوريا دي. وفي نفس الوقت تعالوا ايه؟ نشتري كارت كمان من دول. فريجيت. اتعلمنا نعمل مركب اكبر كمان بيشيل 25 كارت. 10 بلانكس 3 سيل و2 فيلجر. اوكي محتاجين فيلجر تاني اصلا ماشي. اتعلمنا جبنا اسمه ده جلاس جديد فكويس. اتعلمنا نعمل الاكواريوم حط سمك حرفيا مش محتاجينه دلوقتي. الليمون ده بدا يبوظ ولا ايه؟ تقريبا الليمون بدا يبوظ. طب اصطاد بقى انت. ماشي اصطاد لنا شويه. وانت حول لي ده الستيكس الصراحه انا هقعد ابيع فيهم مش عايز خشب دلوقتي من هنا. عندي خشب في بيت كتير ممكن ارجع بيه فمش مشكله. فا اعمل لي انت الخشب ده ماشي. هتحول الستيك اعمل لي واحده كمان وانت اعمل لي واحده كمان ماشي. عندنا سمكه اتخانق معاها ماشي. بطبخها بقى. طلع لنا وجبه جديده وفتحنا اخر باك ولا لا فتحنا الباك اللي قبل الاخير. اوكي 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 اوكي. طيب ستيكس كتير اهي بيعها. بيع اوكي. يعني دي ب 12 وانا معايا كام كارت؟ 10. ابيع البيبر ابيع البيبر واشتري الكارت اللي ب 12 ده اجربه. ادفانس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوكي سيجل جديد لازم نحاربه. سبرينج واتر سورس ذا كان بيوز تو فيل امتي. حاجه ممكن نملى بيها ازازه الميه الفاضيه. اوكي اوكي وايرن بار حلو وجلاس اوكي ماشي ماشي. طيب هنحارب دلوقتي السيجل ده. شكلها مش هنمشي من الجزيره النهارده. احنا مش هنمشي من الجزيره النهارده. الجزيره هنمشي بيها. اوه في قرد مات. لا مونكي. اوكي في مونكي مات. في مونكي مات. طيب تمام ماشي. طيب انا مفيش حاجه اعملها دلوقتي على فكره حرفيا. مفيش اي حاجه اعملها غير ان انا يعني خلاص الليل على هنا وهخلص الفيديو ده على هنا. والفيديو الجاي بقى هو اللي هنبدا نتحرك فيه لبعيد وبتاع. فماشي فيد فيلجرز كل ماشي. المفروض يبقى معايا كروب بالظبط. ايفري ون واز فيد بالظبط. سيل 1 كارد اوكي. ابيع كارت واحد. ابيع الايرون بيديني 5 ماشي. ستارت نيو مون بوز بس. اوكي بص بقى احنا هدفنا المره الجايه نعمل الفيش تراب وعشان نعمل وعايزين نجيب وير هاوسز لهنا لو ينفع. انا ما اعرفش ينفع ولا لا. اعتقد ما ينفعش مش عارف والله شكله ما ينفعش. بس هدفنا نعمل هنا الفيش تراب عشان نفتح اخر كارت ده ماشي عشان نشوف فيه ايه.
ونروح لهناك بجلاس، عايزين نطلع جلاس وجولد، اعتقد دي اللي هيكون فيها الجولد، واعتقد احنا محتاجين المية عشان نطلع الجولد تقريبا، لان هم بيطلعوا المية الجولد بالمية، فاظن حتى منبه هنا اهو. ف في تقدم بيحصل في اللعبه كتير، احنا في الليله 35 في تقدم كتير قوي بيحصل في اللعبه. المره الجايه هنروح على المكان القديم تاني، هناخد معانا الجلاس ده كله، وهنسيب الشاز دي على جنب كده دلوقتي، هناخد معانا الجلاس ده كله ونروح على البيت، حتى اسيب ده هنا عشان نبقى عارفين، او خليه هنا جنبه ماشي. فالخطوه الجايه هنبدا بده، هنروح ناخد من البيت روكس وحاجات احنا محتاجينها عشان مش موجوده هنا، مش موجوده في الجزيره دي، وهجرب اعمل وير هاوس هنا برضه اشوف ينفع ولا لا، لو ما ينفعش نبقى ناخده نحطه هناك مش مشكله ماشي. فاتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بالحلقه دي لغايه دلوقتي، وانا هقفل الفيديو ده، انا اشوفكم المره الجايه ان شاء الله. لاف يو اول، و باي باي. سلام استوي، الى اللقاء.